وللحديث أكثر عن تطورات المشهد العسكري في أوكرانيا ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. مرحبا بك معنا سيد حمادة. سعد الله مساءكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. المسؤولون الأوكرانيون يقولون إنهم أسقطوا طائرة مسيرة بهجوم جوي جديد على العاصمة كييف. هل بدأ الرد الروسي على مهاجمة الكريملين؟ بداية، حتى الآن لم تحدد أي جهة محايدة هل استطاعت أوكرانيا أن تقصف بطائرتين مسيرتين الكريملين والساحة الحمراء. إن صح هذا القول كما تدعي موسكو، فإن الدفاعات الجوية والأجهزة الأمنية الروسية في حالة ترهل وفي حالة انكفاء شديد، لأن المسافة ما بين الساحة الحمراء التي يتواجد فيها الكريملين وما بين المواقع الأوكرانية بحدود 700 كيلومتر، وهذا خرق شديد، وهذا ما تدحضه دائما موسكو بأن لديها قوات دفاع جوي من الاس 500 والاس 400 وبانستر وأنها محمية بشكل كبير. هذا أولا. ثانيا، أن القيادة الأوكرانية لا تهتم كثيرا بقصف الكريملين، أو لا تسمح لها الولايات المتحدة التي تزودها بالأسلحة أن تقوم بقصف مواقع خارج المناطق التي تريد تحريرها في الدونباس وفي المناطق الأوكرانية المحتلة. فالجميع يقول بأن هذا القصف ربما يكون مفبركا أو من قوى داخلية روسية تقوم باستهدافات عديدة للمواقع العسكرية والمدنية والخدمية الروسية، كما تم استهداف أكثر من مرة مواقع نفطية في جنوب روسيا وكذلك مواقع السكك الحديدية، إلا أن روسيا تريد أن تستخدم هذه الحادثة التي نفتها كييف وكذلك لم تؤكدها واشنطن ولا أي أجهزة مراقبة جوية من أقمار صناعية في هذه الحادثة، تريد أن تستخدمها موسكو من أجل قصف أوكرانيا بشكل شديد أو من أجل قتل زيلينسكي والطاقم الحكومي، كما تعهد بذلك نائب الرئيس الروسي ميدفيديف، كما أن بيسكوف وكذلك الكل أدلى بدلو بأنهم يجب أن يقتلوا زيلينسكي وبذلك يتخلصوا من هذا الرئيس الذي يجيش ضد إتمام العملية العسكرية الروسية والتي تقضي بإسقاط الحكومة الأوكرانية وبالسيطرة على مواقع عديدة في أوكرانيا، وبالتالي جعل أوكرانيا عبارة عن حديقة خلفية لموسكو. أما بالنسبة للقصف الذي تم في مناطق أخرى في القرم في مناطق أخرى، فهذه ربما تكون القوات الأوكرانية استخدمتها لأنها تعتبر بأن منطقة القرم هي منطقة أوكرانية ويجب تحريرها. أما القصف الروسي الذي طال بالأمس مدينة أوديسا ب 15 أو أكثر من 15 طائرة مسيرة وكتب عليها ردا على قصف الكريملين، ردا على قصف بوتين في هذه المنطقة التي تكلموا جميعا بأن الطائرتين المسيرتين اللتين قصفتا الكريملين تريد قتل الرئيس بوتين، كما أن هناك طائرة أخرى تم إسقاطها في محيط القصر الرئاسي في كييف، وهذا يعتبر ردا من موسكو على هذه الحالة. إذن روسيا لا يمكن أن تكون لديها حرب نظيفة نهائيا، لقد خبرنا كذب روسيا وادعاءاتها الطويلة في سوريا وفي الشيشان وفي مناطق أخرى، إذن هي تحضر لأعمال إجرامية قتالية وبالتالي تتهم الخصم بهذا الشيء، لأنها اتهمت مثلا كييف باستهداف الكريملين، هي تحضر لعمل عسكري كبير جدا، ربما تستهدف المدنيين، تستهدف الطاقة. حتى الآن روسيا لم تعترف بأنها تستخدم الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد 136 شاهد 131 بقصف المواقع الحيوية ومواقع الطاقة والكهرباء في أوكرانيا،
كما حدث في سوريا بالضبط بأنها لم تعترف بقصف النظام ومساندة الروس بالسلاح الكيماوي وقصف المواقع المدنية من مدارس ومشافي وأسواق تجارية وبنى تحتية للمعارضة السورية في كل المدن السورية. سيد أحمد، بالنسبة لهذا الموضوع، هل تتوقع أو ماذا يعني استخدام الطائرات المسيرة؟ ألم تكن مستخدمة طيلة الفترة الماضية؟ وهل تم الانتقال إلى هذه المرحلة من استخدامها؟ يعني هل ستشكل تغيير ما في مسار الحرب؟ يعني الطائرات المسيرة هي طائرات تقوم بقذف قذيفتين أو أكثر من قذائف المدفعية تطال مناطق طويلة المدى، لا يمكن إيصال هذه القذائف بالمدفعية أو بالدبابات، كما أنها ذات سعر رخيص، يعني هي ذات قتال رخيصة يتم دفعها ولا يمكن أن يكشفها الرادار بشكل كبير، لأنها أولا تصنع من مواد غير معدنية وكذلك حجم أصغر من الطائرات المسيرة، لذلك يتم استخدامها بشكل مكثف في هذه الحرب وفي حروب أخرى، وربما تكون تستعيض عن قذائف المدفعية التي ربما لم تصل إلى هذا الهدف. الروس اعتمدوا بشكل كبير على الطائرات المسيرة التي صنعتها إيران من شاهد 136 الانتحارية وكذلك 131 من أجل إيصال هذه القذائف وإيصال أداة الموت إلى مدن بعيدة من الحدود التي لم يمكن وسائط الحرب التقليدية من مدفعية ودبابات وغيرها الوصول إلى هذه الأماكن. نعم. طيب، في من ناحية أخرى، ما رأيك فيما أدلى به رئيس شركة فاغنر الذي قرر الانسحاب من المعارك في باخموت في العاشر من هذا الشهر في ضوء عدم تلقيه الذخيرة الكافية؟ يعني فاغنر وبروغيجين طباخ الكرملين يريد أن يبني جيشا موازيا في روسيا، لذلك هو يتهكم دائما على الضباط وعلى القيادة العسكرية من وزير الدفاع شويغو إلى رئيس الأركان إلى رئيس أركان الجيش، يتهمهم دائما بالتقصير وعدم الإيفاء بوعودهم، وهذا يعني اليوم نراه مخالف لما تصرح به بوتين من فترة طويلة بأن فاغنر ليست مدعومة من الجيش الروسي أو من الدولة الروسية، هي عصابة خارجة عن القانون وفي الدستور الروسي لا يمكن استخدام هكذا شركات لدعم الجيش أو للقيام بمهام عسكرية خاصة في الدولة الروسية. أنا لا أصدق طباخ الكرملين لأنه هو والجيش الروسي يقومان بنفس العملية أو نفس الأداء وهم يساندون بعضهم، إلا أن الخسائر التي بني بها فاغنر وبروغيجين بشكل كبير في باخموت وفي مناطق عديدة أدت إلى تحميل فاغنر وقيادتها هذه الخسائر للجيش الروسي، لذلك طلب فاغنر ورئيسها بروغيجين بمليون قذيفة في هذه لدعم قواته، وهو دائما يقول بأنه إذا لم تستجب القيادة العسكرية الروسية لهذه المطالب لفاغنر فإنه سينسحب، لأن في 10 مايو لأن 9 مايو كان قد تعهد بها رئيس فاغنر بأنه سيحقق نصرا نهائيا في باخموت ويتم الانتصار في الساحة الحمراء في 9 مايو، عيد النصر الروسي على النازية، ويقوم الاستعراض العسكري الكبير في تتويج هذا النصر المعنوي الذي يقدمه فاغنر للرئيس بوتين وللجيش وللشعب الروسي، لأن الشعب الروسي يعني بعد سنة وشهرين من بدء الهجوم على باخموت هي البلدة الصغيرة لم يستطع أن يحقق ما وعدوا به أكثر من مرة، لذلك أرى بأن هذه المناكفات هي تدل على فشل وتخبط في الفكرة. الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك. شكرا وسهلا بك.